ونحن دمر يعني دمر بيتنا. اول مره انضرب وثاني مره وثالث مره صار مضروب البيت بتسعة الشهر. نحن فلينا بتسعة الشهر صار عندنا قصف صوب الاولاد وفلينا تركنا البيت وفلينا. انا صني لما قصفوا الفسفورة لما ضربوا على الضيع فسفورة صرنا شي أربعة أيام خمسة أيام جايين من تحت القصف. نحن يرجعوا تاني مرة بيقصفوا قصيفة فوق من على مطلع الدرج فوق منا بتمر القصيفة. لنزلت لتحت لانتبهت لحالي إنه أنا مصوبة هون فخادي من هون مشقفين هاي الاثنين فخادي من هون ومن هون مشقفين وهون في بيدين تشضية وبعد في بظهري شضايا. كنا عم نحضر حالنا لموسم الزيتون وموسم الشتاء فجأة صار عنا هيدا الضرب والقصف وراحت يعني عنا زراعة كتير راحت كتير مواشي وزيتون ومواسم دخان. هذا المكان هو عبارة عن مهنية وتكميليتين رسميتين. فيهم حاليا حوالي 1200 نازح، يعني في مجمل القضاء اليوم لحتى اليوم عندنا حوالي 5600 نازح. في نقص بالمي والادويه وكل شيء. الولاد متعودين على الحياه الحلوه النت وكل شيء. هون كيف عم تسمعوا اخبار تحضروا اخبار؟ ما عم نسمع شيء ما بنعرف شيء. بنجيب مية الشرب، الشباب بيجيبوها، احنا بنطلع مثلا بيجيبوا لنا نقول خمس اشخاص، خمس اناني مثلا، بناخذ انينه منها بنحطها بالشمس برا، تحمى بنفوت لجوا على الحمام، بنتحمم فيها وبنطلع. مبدئيا لانه اول شيء اغلب زباينة هون. فاحنا بناخذ اقل قيمة، عرفت كيف نمشي هالناس؟ منه انا استفيد ومنه هالعالم تستفيد، يعني بدل هالزبون بروح بيخضب بيحلو بسبعة ثمانية دولار بيحلو هون بدولارين. واي والأغلب هون يعني بيعرفون وبعرفون. حاولي عم نحاول نساعدهم كما قلت بالمستلزمات الأساسية الأولية اللي بنقدر أمنها وهي غير كافية، يعني الإشارة فيها من فرش وحرامات وأدوات تنظيف وبعض الحليب للأطفال والحفاضات الأساسيات. هودي عم نحاول نأمنهم بالحد الأدنى، يعني العائلة من خمس ست أشخاص عم يأخذوا ثلاث فرش حاليا. هون عم يعني عم نوزع تقريبا العدد كيف حوالي يعني اليوم صاروا 1200 وجبة أكل يوميا عم يتأمن هون بهيدي المرة. نحن عايشين برفاهية ومبسوطين فوق، جايين نقعد هون نحن على بعضنا. هي الله ما قالها، نحن بدنا نرجع عبيوتنا، ما بدنا أكثر من هيك.